أبي يرفض كل العرسان. عمري 28 سنة، تقدم لي شاب لخطوبتي، والدي لم يعطني رأيه. البداية كان يؤجل بسبب انشغاله، فهو دائما في حالة انشغال، لا يعطي وقتا للعائلة، ووالدتي متوفى. أنا في حيرة، أشعر بالارتياح مع الشاب المتقدم وعائلته. أخبرت والدي بعد نقاشات متعددة أني أريده، لكنه غضب وأخذ مني مفتاح مكتبه وسيارة وقال لي: أنا أعرف مصلحتك أكثر. ما تفسير هذه التصرفات برأيك خالة؟ ليديا.